عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم جلسة علنية برئاسة النائب موسى دمبا سوه باعتباره سن التشكيلة البرلمانية الجديدة خصصت لانتخاب رئيسها ونوابها. وقد فاز برئاسة الجمعية الوطنية النائب محمد بامبا والمقت بعد اقتراع 169 نائبا من أصل 176، هي عدد أعضاء الجمعية الوطنية. في جلسة علنية خصصت لانتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية، تم انتخاب النائب عن حزب الإنصاف محمد بامبا مقت رئيسا للجمعية الوطنية، وذلك بعد حصوله على 137 صوتا مقابل 27 صوتا لمنافسه عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض النائب أحمد دو ولمبال. وقد أعلنت نتائج التصويت من قبل النائب موسى دمبا سوه الذي ترأس الجلسة العلنية باعتباره الأكبر سنا ضمن التشكيلة البرلمانية الحالية. السادة والسيدات النواب الموقرين، أود في البداية أن أتقدم لكم بتشكراتي الخالصة على انتخابكم لي على رأس الجمعية الوطنية الموقرة، مصحوبة بالتهنئة لكم على الثقة التي منحكم الشعب الموريتاني في الاستحقاقات التي أجريت في ظل الاتفاق السياسي الشامل الموقع بين الأحزاب والحكومة. السادة والسيدات النواب الموقرين، إن دوركم الهام في هذه المؤسسة التشريعية الجامعة اليوم لمختلف ألوان الطيف السياسي الوطني لا يتوقف فقط على سن القوانين ونقاش القضايا العمومية سبيلا إلى إنارة الرأي العام الوطني حول هموم الحاضر والمستقبل، وإنما هو كذلك بالدرجة الأولى تعزيز اللحمة الاجتماعية في بلدنا وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين كل أبناء وشرائح المجتمع الموريتاني. فأنتم كمنتخبين نالوا ثقة الشعب، هم حراس هذه اللحمة الاجتماعية والأمناء والأوائل عليها قولا وفعلا باعتبارها صمام الأمان لإداء كل مؤسساتنا الدستورية والروح الحقيقية محفزة لمسارنا الديمقراطي نحو آفاق واسعة من الحرية والرفاه والتنمية الشاملة. إنه لا مناص من استحضار هذه المسؤولية الجسيمة في ضمير كل واحد منا اليوم في وجه كل دعوات مغرضة تريد أن تحرق سفينة هذا الوطن، فنحن جميعا على متنها ولن نترك لأي جهة أن تزرع بذور الفتنة والتفرقة في بلادنا. ما دمنا متعصمين أولا بحبل الله ورسوله، متمسكين بعرى الأخوة والوحدة على أدم هذه الأرض الطيبة التي تسقى بماء واحد ألا وهو سماحة الإسلام، المصدر الوحيد للتشريع ودين الشعب والدولة والذي يوحدنا بلا استثناء. بوصلتنا في الدنيا والآخرة ورمز هويتنا وانتماؤنا للمشترك وأساس التعايش والتضامن بين كل الموريتانيين باختلاف ألسنتهم وألوانهم. تدب في أرواحهم جميعا محبة هذه الربوع وترفرف فوق هاماتهم راية وطن أراد له الله أن يكون آمنا مطمئنا عزيز الجانب اسمه الجمهورية الإسلامية الموريتانية. السادة والسيدات النواب الموقرين، قد حدد دستورنا دور البرلمان وكرس مبدأ فصل السلطات ويرجع الفضل لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في احترام ذلك المبدأ قولا وممارسة. فالتزم في برنامجه تعهداتي تحت باب خلق مناخ سياسي هادي ومؤسسات قوية بتنشيط وتعزيز وترشيد عمل مؤسسات الجمهورية وتعهد بما يلي. وفي هذا الإطار ستوفر
مقرات حديثة للجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، وستزود الجمعية الوطنية بإدارة تقنية من ذوي الكفاءات، مستشارين ومساعدين برلمانيين تساعد النواب على ممارسة المهام الموكلة إليهم، لا سيما فيما يتعلق بإسهامهم في تحسين جودة القوانين الموكلة إليهم ووجهاتها، فضلا على نقاشات داخل قبة البرلمان. وعندئذ سيكون بمقدور ممثل الشعب أن يمارسوا بشكل كامل دورهم الرقابي على نشاط الحكومة عن طريق تنشيط دور الفرق البرلمانية. انتهى الاستشهاد. وها نحن اليوم في رحاب قصر للبرلمان يرقى إلى مستوى مهام الموكلة إلينا، ويتيح مجالا مريحا لمزاولة نشاطنا، وسنعزز بعون الله القدرات البشرية سبيلا إلى تأطير النقاش والمصادقة على القوانين، وهي مهمتنا الأولى، ونتشارك مبادرة فيها مع الحكومة. أما الرقابة على العمل الحكومي وعلى التنفيذ الصارم للقوانين المعمول بها والتسيير الرشيد لمواردنا الوطنية، فأدعوكم لإعطاء دفع لمزاولة البرلمان لمهمته هذه طبقا للنظم والمصادر، خاصة أن فخامة رئيس الجمهورية ظل يحترم سلطة الجمعية الوطنية ويوجه الحكومة بالتعاطي الإيجابي معها. إن الشعب الموريتاني انتدبنا لتمثيله في هذه الغرفة، ويجب على كل واحد منا أن يكون أمينا مع هذا الانتداب. الشعب يتوق إلى أن تطرح مطالبه وتناقش همومه وتحمل تطلعاته، إذ يشكل البرلمان المنبر الطبيعي والجامع والمحاط بحصانة والامتيازات اللازمة لنقاش القضايا الوطنية الكبرى ولنشر آراء الطيف السياسي لإيصال الرأي والرأي الآخر للشعب الذي هو مصدر السلطة. وعندها تتعزز منظومتنا الديمقراطية المبنية على مبدأ تحكيم الشعب في المنافسة السياسية من خلال الاقتراع، ولن يتم ذلك إلا في جو يطبعه الانفتاح وتسوده السكينة والوقار، حيث يجب على كل واحد منا التمسك بهذه السمات واحترام نظام الجمعية الوطنية المعمول به. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. شارك في التصويت خلال هذه الجلسة 169 نائبا من أصل 176 هم عدد أعضاء الجمعية الوطنية، فيما سجلت بطاقتان محايدتان وثلاث بطاقات لاغية.